أهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون يوم السابع من كل مكان وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود. نبدأها بخبر عن استعادة قوات الأمن البرازيلية السيطرة على قصر الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا من مؤيدي الرئيس السابق جاير بولسونارو بعد يوم عاصف من الفوضى العارمة. وأعلن الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا عن بدء حملة أمنية اتحادية في العاصمة وتعهد بتحديد هوية جميع مثيري الشغب ومعاقبتهم. تفاصيل الأحداث بدأت باقتحام المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو مقر الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في برازيليا بعد أسبوع واحد من تنصيب لويس لولا دي سيلفا رئيسا للبلاد. وخرج الآلاف من المحتجين مرتدين ملابس صفراء وخضراء وبدأوا في تحطيم النوافذ والأبواب وتخريب المنشآت. الواقعة أظهرت الكثير من ردود الفعل الدولية المستنكرة، أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن واللي وصف الهجوم بأنه شائن. وكتب بايدن على تويتر: أدين الاعتداء على الديمقراطية وعلى التداول السلمي للسلطة في البرازيل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألا تقود، وأتطلع للعمل مع لولا دي سيلفا. وننتقل إلى وزارة الدفاع الروسية والتي أعلنت عن إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف تم بموجبها تحرير 50 جندي روسي ستوصلهم القوات الجوية الروسية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل. على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تحرير 50 من أسرى الحرب وذلك في إطار عملية تبادل للأسرى والرهائن مع روسيا. ومن براغ برأت المحكمة رئيس الوزراء السابق أندري بابيس من تهم الاحتيال على الاتحاد الأوروبي ب 2 مليون دولار. القضية بتتعلق بمزرعة يدعى أنها تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي بعد نقل ملكيتها من مجموعة أجرو فيرد التي تضم حوالي 250 شركة والمملوكة لأندري بابيس إلى أفراد من عائلته لتعود المجموعة مرة أخرى بعد حصولها على الدعم وتستحوذ على المزرعة من جديد. الأزمة تتمثل في كون هذا الدعم الأوروبي مخصص للشركات المتوسطة والصغيرة وشركة أجرو فيرت ليست كذلك، واضطر المشرعون إلى رفع الحصانة عن بابيس 3 مرات خلال القضية التي تعود إلى 2007. بابيس غرد بعد صدور الحكم بنص ترجمته بتقول: أنا بريء وسعيد جدا بوجود قضاء مستقل، والمحكمة أكدت اللي أنا طول الوقت بقوله إني بريء وما عملتش حاجة غير قانونية. الحقيقة قرار المحكمة جاي في وقت مناسب جدا في حياة أندري بابيس السياسية، لأنه قبل أيام فقط من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية للتشيكية اللي بيسعى إليها. وننهي جولتنا الإخبارية من فلسطين، وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ نقل الأسير القائد مروان البرغوثي و70 آخرين من زنازين معتقل هداريم إلى العزل المشدد في معتقل نفحة، وذلك في إطار حملة منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين من قبل وزير الأمن القومي بن جفير، حيث سبق وأعلن عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين. وهنا تنتهي جولتنا الإخبارية من خارج الحدود، كنت معكم أنا هناء أبو العز.